وصلنا لفقرة بريد المشاهدين. جات لي رسالة من السيدة ناهد سيد إبراهيم من المنصورية، بتقول ان المنزل بتاع الطريق الدائري من المنصورية تحول الى فوضى، والسيارات بتمشي عكس الاتجاه، ده غير الفوضى بتاعت التوك توك والميكروباصات. بتناشد السيد محافظ الجيزة ومدير الامن وضع رجال المرور لتنظيم المسألة ومواجهة الفوضى. وانا من جانبي اقول يا ريت السيد المحافظ ومدير الامن بالفعل يراعوا هذا المكان، لانه منطقة حيوية وبيساهم في زيادة الزحام. واخيرا، وزراء التنمية المحلية والمالية والإسكان والتخطيط يعلنون عن تطوير 70 منطقة خطرة بالقاهرة والمحافظات. كلام كويس سمعنا كتير، أسمع كلامك أصدقك أشوف تطويرك. استعجب، صباح الخير. مسطورة مدام بابنا علينا مقفولة.